بكم من جديد. نتابع هذه الحلقة من أجراء الكلام، حيث نستعرض فيها بعض الحالات التي تمثل الحب الحقيقي ومعاناة الحب وما يعاني منه كل حبيبين في الحياة اليومية أو في الحياة العامة بشكل عام. بعدما كنا مع أم عادل والعم أحمد وتعرفنا على هذه العلاقة وعلى 41 سنة اللي عاشوها إلى جانب بعضهما البعض، وماذا اليوم بعد 41 سنة يريدان من بعضهما البعض، دعونا ننتقل إلى بيتر وماريان. بيتر 25 سنة، ماريان 23 سنة. يقول بيتر: أنا شفت ماريان في مؤتمر بتاع الكنيسة وكنت مسترخمها جدا، رغم كده عجبتني شخصيتها، وعجبني كمان إنها مش بتتكلم مع كل الناس، أنا بقرأ زي ما هو مكتوب. وبعدين حبيت أتعرف عليها وأقرب منها أكتر، فكان الموضوع صعب شويتين، فكنت بعمل خطة علشان ألفت نظرها. ممكن كنت أعدي من قدامها بتكلم في التليفون وأنا عامل فيها نفسي رئيس مجلس إدارة شركة. بيكمل بيتر: وما بقاش بكلم حد أصلا. وبعدين تعرفنا على بعض وابتديت أقرب منها أكتر وأكتر، وكنت بكلمها. وبعدين كنت مسافر الكويت، كان جاي لي عقد عمل ورفضته بسبب أني اتقابلت مع ماريان، وبعدها حاولت أخليها تقابلني تاني وأكتر من مرة علشان أقول لها أني بحبها، فرفضت وقالت لي أنه أي حاجة ممكن عاوز تقولها ممكن تتقال في التليفون، فأنت عاوز إيه؟ فقال لها بحبك. وابتدأت الحكاية. ماريان مساء الخير. مساء النور. بيتر مساء الخير. مساء النور. حكاية طويلة وعملت فيها مدير شركة وعملت فيها كل حاجة، يعني حرت ودرت قد كده ليه؟ أنا مش فاهم. ما كنتش عارف أتعرف عليها. يعني عملت فيها مدير شركة ممكن تتعرف عليها؟ لا، ده أنا كنت عامل فيها مدير شركة عشان أعدي من قدامها بس. لو كنت تقول لها بحبك خلاص. ما هو يعني أو عاوز أحبك. ما هو أنا عاوز أحبك، بس هي كانت قافلة الباب. شفتها أنت بتقول مسترخمها. مسترخمها يعني ليه؟ أنا قلت على كل حاجة. لا، هي كانت مش بتتكلم مع أي حد. قافلة الباب خالص، فمش عارف يعني أدخل لها، مش عارف أوصل لها، مش عارف أتكلم معاها. فطبعا أنا برضو خايف على شكلي، يعني أنا مش معقول هروح أقف قدامها وأقول لها عايز أتعرف بيكي. فبدور أعمل خطة إن يبقى في موقف يجمعني ما بينها عشان أتكلم معاها وأفضل محتفظ بشكلي، وفي نفس الوقت إن أنا أبقى عرفتها. طيب أنت مسترخمها، رايح تكلمها ليه؟ ما هي بتبتدي كده. يعني واحد مسترخم واحدة ويروح ويلف ويدور علشان يكلمها، مالك ومالها، روح شوف واحدة تانية مش مسترخمها على الأقل. ما مش عارف، لقيت نفسي مسترخمها وعايز أكلمها. طيب. غريب، كان أول مرة يحصل. يعني بس طيب. ابتديت وبعد ما قلت لها بحبك حصل إيه يا روبيو؟ قفلت في وشي التليفون. لا، قفلتي في وشي التليفون؟ قفلتي في وشي ليه؟ اتحركت. اتحركت فقفلت شويه وكلمني، يعني شويه وكلمت انا تاني. لا، ده احنا لما وقفنا قلت لها بحبك، انا قلت ابتدت الحكايه، انا افتكرت خلاص قفلت في وشه التليفون. هي كانت هتنتهي. هتنتهي الحكايه. قفلت في وشه التليفون، حصل ايه؟ بعدها كلمني تاني وقال لي هكلم بابا وكده، راح كلم بابا على طول. يعني على طول؟ يعني بدون ما تعرفتوا على بعض، بدون ما تعرفت هي بتفكر ازاي، بتحب ايه، بتكره ايه، ولا هي تعرفت عليك؟ لا، انا عرفت ان البداية عند ماريان بدايتها بابا على طول. فجبت من الاخر ورحت البابا قلت له انا عايز اطلب ماريان، محتاج يعني اتكلم معاه، محتاج اعرفها اكتر، لازم استأذن بابا، يعني هي اجبرتني ان انا اعمل كده. خطوة كويس على اوكي. وابتديت ان انا كلمت بابا. بابا قال لك ايه؟ بابا هنا. هو بابا فين؟ اتفضل. بابا اتكلمت معاه عمو عادل، كان حد يعني حد لطيف جدا.
يعني خد وده معايا بصفة الأبوة. مش حظك طلع حد لطيف جدا طلع لك حد تاني مثلا؟ لا، وماما حماتي كمان. لازم ماما دي جدا. ماما زي العسل. مين احسن، ام عادل ولا ماما؟ اكيد هتجيب لي الضرب بس. خلاص انا عاوز. مين انت يعني، انت مين الاقرب لك، ام عادل يعني حماتك ولا حماك؟ هو حمايا بابا وحماتي ماما. طيب مين الاقرب؟ هما الاثنين قريبين مني. طيب بس طيب. يعني ممكن انا بكون بنت صغيره، انا عمرها يعني سنوات صغيره كده، لما سالت انت بتحبي مين اكتر، انا ولا ماما؟ انا بحبكم اثنين. بس هي طبعا بتحب حد اكتر. دبلوماسيه. بس انا مش عاوز منك، انا عاوز اعرف مين الاقرب لك، حماك ولا حماتك، علشان اقول لك حاجه ثانيه. اوكي، هو بالطبع حمايا، لان هو يعني بتكلم معاه في مشاكلي في كل حاجه، بنتناقش بناخد وبندي، فبيفيدني كتير يعني، فنتجت علاقه يعني قويه ما بيني وما بينه اكتر. يعني حماك بيحل المشاكل وحماتك هي اللي بتعمل المشاكل، بتطلبها. لا، حماتي زي الفل. هي بتقول لك عاوزه كده وبنتي عاوزه لها كده. لا، ايه طلبات حماتك دلوقتي؟ ايه الطلبات علشان تتجوزوا من حماتك؟ هي بتطلب ايه؟ لا، هي عاوزه بيت. لا، هو البيت موجود. موجود البيت. عاوزه ايه تاني؟ لا، هي دايما بتساعدنا نفسيا، ان احنا يعني ان مشاكل الدنيا يعني بتعدي. دايما تقول لي ان انكل عادل يعني كان بيقابله مشاكل كتير وعدت. بتقولي ان مفيش مشاكل، بتقعد دايما يعني بتديني طاقه ان انا اكمل، يعني رغم كل المصاعب اللي ممكن تقابلنا احنا كشباب. عايز اخلص شقتي، عايز حاجات كتير، عندي قسط شقتي، الكلام ده. مفيش طلبات معينه من؟ لا، هي يعني كل الموضوع بتبتدي ان هي يعني فولو اب معايا. ايه اللي حصل، عملته ايه؟ طب مريان شخصيتها قريبه من مين اكتر، من باباها او من ماماها؟ من باباها. من مامتها؟ من باباها. من باباها. تشبه مريان. باباها اكتر. مريان اكتر باباها، حتى الشكل كمان قريب من بابا اكتر. شبه بابا شويه. ايه يا مريان، هو كلم باباكي بس بعد كده باباكي قال لي، وانا قال لك ايه الموضوع؟ قال لي بيتر كلمني. انا كنت قايله له يعني، بس وبعدين قعدوا مع بعض بقى واتفقوا بس كده بسرعه كده. مش بسرعه يعني. يعني انت كنت فين في المرحله دي؟ يعني بالنتيجه ان انت اللي هتتجوزي، يعني هيكون في وشك كل العمر، يعني المفروض تكوني عارفه انت هتتزوجي، يعني هتتجوزي مين، وهتتفقوا على امور معينه. يعني انتوا ما اتفقتوش على الامور دي قبل ما راح البابا؟ في حاجات اتكلمنا فيها وفي حاجات لا. يعني احنا كنا مع بعض على طول مع اصحابنا وكده. نعم. ايه الحاجات اللي اتكلمتوا فيها قبل ما راح البر؟ احنا فهمنا بعض الاول، طبع بعض ايه، دي اهم حاجه عشان نعرف نتعامل بس مع بعض يعني. بس واي حاجه بقى، حاجات تانية دي كان ماديه وكده، كنا نتفق معاهم هم، دي مش خاصه بينا يعني. بس دي كانت اهم حاجه لينا، ان احنا نتقابل مع بعض، نفهم بعض، طباعنا ايه، ده كانت اهم حاجه بالنسبه لي. باباكي قال لك ايه؟ بابا في الحاجات دي اللي هو ادام هو حد كويس وكده، قال لي انت تختاريه يعني زي ما انت شايفه، ادام انت شايفه حد كويس وهو حد كويس وكده، فمفيش مشكله يعني. ومامتك؟ وماما، انا مكلمه ماما اصلا من قبل بابا. كلمي ماما، ده الماما تكلم البابا. مش كده؟ انا كلمه كده على طول، تروح لمامتها ومامتها بتكلم بابا. بتساعد. طبعا. لازم. حماكي وحماتك دلوقتي؟ لا، انا بحبهم الاثنين. قديمة. اللي ما عندكمش مشاكل يعني انتوا بالنسبة لأهلها وبالنسبة لأهله الأمور كلها محلولة؟ الحمد لله. والحمد لله. إيه المشاكل اللي عندكم دلوقتي؟ يعني انتوا بقالكم 6 شهور أو 7 شهور خاطبين، مش كده؟ من شهر خمسة. من شهر خمسة أكتر يعني، رح هيبقى لكم سنة تقريبا. تقريبا سنة. هيبقى لكم سنة تقريبا يعني. تمام. وما اتجوزتوش ليه لسه؟ احنا متفقين على سنة أو شوية، على ما نجهز نفسنا، الشقة لسه بتخلص. هي دي المشكلة، أول ما تخلص نتجوز على طول. وما عندكش استعداد تسكني معاه مع أهله لأول فترة إذا كانت الشقة خلصت، ولا لأ على طول من الأساس عاوزة الاستقلالية؟ لا مش لأ، بس ليه نستعجل يعني؟ ليه نستعجل؟ وإن الشقة خلاص يعني قربت. أنا عاوز أسألك سؤال بدون ما هو يعرف، مثلا هو جاب لك إيه على عيد الحب؟
ده ولا اللي فات؟ اللي فات ايه ودلوقتي ايه؟ اللي فات جاب لي بارفه وعمل لي فيديو كده، هو عمل لي فيديو يعني الدولي. بالنسبه للكلب اللي لونه كان على باب الشقه بره. فكرني وجاب لي ورد وجاب لي كلب بس بابا مشاه. هو والكلب كملي. بابا مشاه الكلب، هو اهم حاجه الورد يعني بالنسبه لي. وانت جبتي له ايه؟ انا جبت له ايه؟ انا ما جبتلوش حاجه. لا جبتي لك حاجه؟ اه جبتي. السؤال ده انا عاوز اطرحه دايما، انه ليه الراجل هو دايما المفروض اللي يقوم بالمبادره؟ يعني دايما انه الراجل لازم هو اللي يهدي الست، يعني وهي بتعتبر نفسها انه هي بس عليها تتلقى الهدايا وشكرا، ولكن غير كده لا. يعني مش فاهم يعني هو ليش ليه عاوز يفكر فيكي وانت ما تفكريش فيه؟ ليه ما تفكريش فيا يا مريم؟ ليه كده؟ انا حتى بحبك يعني. طب انا بعاني نفس المشكله، مش كده معايا؟ انا بعاني نفس المشكله يعني. انت على طول على لازم تفكر وتاخد وتجيب هدايا وتتذكر المواعيد، انه عيد الميلاد وعيد كذا وعيد ميلادها وعيد زواجك وعيد 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 وعيد، وعيد. بس هي ما يعني اول يوم اتقابلنا كله اول يوم اتخطبنا كله. حتى لما يكون في مناسبه خاصه بيه هو اللي بيعزمني برده يعني كده كده. هو اللي مبسوطه يعني فرحانه بتقولي كده. هتهدي هتهدي ايه السنه دي؟ هجيبه مفاجأة. مفاجأة؟ وانت حابة هو يهديك ايه؟ هو اصلا هو بيجيب لي على طول، حتى يعني هو اهم حاجة الورد على طول، شوكولاتاته كده على طول، بس هو اصلا تبعه كده يعني. بس الله يخليكم لبعض و... ويا رب قريبا جدا نفرح بيكم وتعيشوا مع بعض حياة طويلة ويصير عندكم عيلة رائعة جدا مثلكم، ونتمنى لكم كل الخير والسعادة، وتحية لأهلك وتحية لأهله، خصوصا ما تزعلوش منا يا حموات، ولكن هذا هو يعني هذا هو القدر. هيك دائما صورة الحما بتبقى شوية انه الحما دائما بتبقى هي انه الصورة اللي تعمل مشاكل، وانه هي صوره قديمه صارت يعني. انا اعتقد انه الامور اتطورت وتغيرت وما بقتش زي الاول خالص. شكرا ليك بيتر، وشكرا مريان. ميرسي حضرتك. عاوزين حاجه قبل ما في حاجه عاوزين تقولوها؟ كنت انا محضر لها اغنيه بس. اغنيه؟ اه مفيش جيتار بقى، كان الجيتار بره. حد يجيب لنا الجيتار. اعملوا معروف، كريم اعمل معروف. ايوه لازم تعمل ميك اب يا كريم، انت فايت على الهوا يعني، ما كانش لازم تفوت كده. يلا دي الاغنيه انت عاملها، ملحنها وكاتب كلماتها وكل حاجه. هو حد كتب لي كلماتها وكان ولحنها لي وغناها كمان. ولا انا اللي غنيتها. دوري انا. مريان بنقولها نانا. نانا وانا عامل لها اغنيه فيها نانا. انت بتقولي له ايه؟ بيبو. بطاطا. ايه؟ براطة؟ بطاطا. بطاطا؟ غني بطاطا. حلوة. حلوة. يلا يا بطاطا. كل سنة وانتي طيبة يا نانا، والسنة الجاية أنا وإنتي وابننا معانا. كل سنة وإنتي طيبة يا نانا، والسنة الجاية أنا وإنتي وابننا معانا. شفت حياتي قبلك إنتي كنت عايشها إزاي، كل يوم شبه اللي قبله واللي عدى شبه اللي جاي. شفت حياتي قبلك انتي كنت عايشها ازاي، كل يوم شبه اللي قبله واللي عدى شبه اللي جاي. جيتي نورتي عمري وحياتي، شفت كان عقلي طار مني اخر حكاياتي. كل سنه وانتي
طيبة يا نانا، والسنة الجاية أنا وإنتي وابننا أو بنتنا معانا. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله السنة الجاية ان شاء الله نستضيفكم، ويضل الحب ما بينكم على طول، ونشوف مع ابنكم وبنتكم والعيال كلهم. شكرا لبيتر، شكرا لماريان، نتابع.